قليل كتير لا تشوفي اتنين بيحبوا بعضهم هيك رغم انها جوازتهم التانية. انتي منيحة؟ هلأ انا عم فكر كيف بدي خلي هدول الاثنين ما يتركوا بعض؟ بس كيف؟ انتوا الثلاثة اخذتوا القرار الصح ونحن الثلاثة رح نطبق هالقرار كمان. ايه نحن ما رح نخلي ياش وآرتي يتركوا بعضهم. اليوم لازم يعرف ياش، رح نقله الحقيقة كلنا انه مرته آرتي حامل بابنه. أكيد. إيه بس لازم نكون منتبهين لشغلة. آرتي حلفتنا ما نحكي وياش لازم يعرف لحاله. بس قليلي كيف ممكن يصير هيك؟ أنا عندي فكرة. هلأ بس نحن نروح لعند ياش، يعني نحن ليش لحتى ما نقول له القصة بطريقة شوي رومانسية؟ شو؟ فكرة منيحة. أكتر شعور حلو بهي الحياة بصراحة هو شعور الحب. منشان هيك خلينا نجرب نقول له بطريقة فيها حب حقيقي، صح؟ مزبوط، أكيد رح تكون كتير حلوة، عن جد بتجنن. نحن لسه ما شفنا هالشي بس تخيلوه. بس شو الشي اللي رح نعمله؟ قولوا شو بدكن تعملوا، بس فكروا منيح قبل. الحفلة بلشتوا، لازم ما يصير ولا غلطة. قدي لهفتكن هاي حلوة علينا. أنا حاسة إنه علاقة آرتي السيئة رح تتصلح. حياة آرتي وحياة الولد بخطر هلأ. آرتي عن جد هي بحاجة لياش أكتر من أي وقت. إيه بس لا تخافي، كلنا رح نحاول نصلح بين هدول اتنين لو شو ما صار. بالله شوفي أحلى من هيك شي نساوي. وأنا كمان معكن. ليش عم تطلعوا هيك؟ شو ما سمعتوا؟ عم قول أنا كمان معكن بهاي الخطة الحلوة. إيه واليوم هذا العرض رح يقدموا لنا يا عائلة بهوبال، يعني اليوم رح نحضر أحلى فيلم ورح نجمع العشاء من جديد. زقفوا يلا. ونحن رح نكمل هذا الموضوع، أنا وكريشنا وكمان جانا.
चाहता है तू कहाँ सलाम।